دعا البرلمان العربي في جلسته العامة التي عقدت بمقر الأمانة العامة بالجامعة العربية في القاهرة، دعا إلى إنهاء الصراعات ودعم القضايا العربية الكبرى. كما جدد البرلمان العربي كل الممارسات التي تقوم بها سلطة الاحتلال الإسرائيلي وسياستها المدانة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للجولان العربي السوري المحتل، مؤكدا دعمه ووقوفه بجانب الشعب الفلسطيني. الأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية عنوان الاجتماع الذي طرح على جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي. عدد من الموضوعات الهامة تمت مناقشتها هنا، في مقدمتها تطورات الأوضاع في الجولان العربي السوري. البرلمان العربي يرفض كل الممارسات التي تقوم بها سلطة الاحتلال وسياستها المدانة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للجولان السوري المحتل. فصل آخر هنا تمت مناقشته يتعلق بحجم التحديات التي تواجه الأمة العربية، فالقضية الفلسطينية حضرت هنا في ضوء ما تشهده من تطورات وفي ظل انقسام فلسطيني حاد. في هذه الفترة الشعب الفلسطيني يتعرض لخطر متزايد، جرائم احتلال بمختلف الاتجاهات، وأعتقد أنه إنهاء مهمة بعثة المراقبين في الخليل مؤشر لما يمكن أن تقدم عليه قوات الاحتلال تجاه أهلنا هناك. بالنسبة للقضية الفلسطينية، البرلمان العربي داعم بشكل مستمر، وندعم كل توجهات وتحركات القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، وخاصة إقامة دولته على أرضه عاصمة القدس، وأيضا ندعم ضد كل التحركات التي تأتي ضد الشعب الفلسطيني. وهو أمر تطلب تكاتفا عربيا وموقفا موحدا تتبعه الدول العربية، كما جاء في كلمة المندوب الكويتي في الجلسة تلك. أنقل لكم تحيات الأخوة زملاء أعضاء مجلس الأمة الكويتي، داعين الله أن يوفقنا جميعا لخدمة أمتنا العربية ولتعزيز العمل العربي المشترك، ونعمل سويا لمواجهة التحديات التي تواجه عالمنا العربي. بدت تلك محاولة من البرلمان العربي للتحرك باتجاه الحد والتغلب على الأزمات التي تواجه شعوب المنطقة العربية، وهي أزمات تتطور بتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية. المشاركة العربية في الاجتماع الذي انعقد هنا حين توضع في سياق لا تجد سياقا لها سوى الجنوح نحو تحقيق أهداف المجتمعات العربية والعمل على إيجاد الحلول للقضايا التي تهدد المنطقة العربية. من داخل الجامعة العربية بالقاهرة، أحمد عطا، تلفزيون دولة الكويت.